من ساندي تيليغراف، كاميرون يصف احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي برهان القرن. دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الإقرار بمخاطر هذا الخروج الذي بات موضع جدل كبير في المملكة، سيحسمه استفتاء يونيو القادم. وفي مقال بصحيفة ساندي تيليغراف وصف كاميرون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه رهان القرن، وأضاف: حين نطلب ممن يروجون الخروج بريطانيا من الاتحاد أن يقدموا مشروعا للبلاد خارج الاتحاد الأوروبي تصبح أجوبتهم مبهمة جدا. من واشنطن بوست، كلينتون حصلت على نسبة قياسية من أصوات الناخبين السود. علقت صحيفة واشنطن بوست على النتائج التي حققتها هيلاري كلينتون في سباق الديمقراطيين في ولاية ساوث كارولينا، وقالت إن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة حققت أول انتصار مريح لها في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، على الرغم من أن منافسها بيرني ساندرز قد تعهد بمواصلة المعركة. وأشارت الصحيفة إلى أن كلينتون قد حصلت على نسبة قياسية من أصوات الناخبين السود، وقالت إنه على الرغم من أن هذا الفوز لم يكن غير متوقع إلا أنه يظل انتصار لها، ويبدو أنه يمثل ضربة مطلقة، فقد فازت كلينتون في ولايتين على التوالي، وهي المرشح الذي يحقق زخما قبيل الانتخابات التمهيدية في الثلاثاء الكبير الذي لا يفصل عنه سوى يوم واحد فقط. آخر أخبارنا، مجموعة أخبارنا لهذا الصباح من الجارديان، ومانشستر يونايتد ينتقم من أرسنال 3-2 في حضور النني. فاز مانشستر يونايتد على ضيف أرسنال 3-2 في قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، لينتقم الشياطين الحمر من الخسارة في الدور الأول بثلاثية نظيفة على ملعب الإمارات. وبهذه النتيجة احتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بينما استمر أرسنال في احتلاله للمركز الثالث برصيد 51 نقطة، مع العلم أن المتصدر هو ليستر سيتي برصيد 56 نقطة. دي كانت مجموعة أخبارنا لهذا الصباح.